قال مزيون بالغرب مالي مسعفا وانوا. سمعنا. ايه لعيونك شو بتعم تسمع؟ لك شو انت عم تمزح معنا؟ لا اعوذ بالله، معقول امزح معكم يعني؟ طبعا عم امزح معكم، شو مالي بني ادم مثلكم يعني؟ شو رايك نصير رفقات وتيجي تقعد معنا كمان؟ اكسكيوز مي ما بقدر هلا، عم بتشمس بس لتروح الشمس. لك عم نكت كمان؟ لك انت بتعرف مع مين علقان ولا؟ لا والله ما بعرف، انتو بتعرفوا؟ ولك يا ويلك على اخرتك شو راح يصير فيك؟ ليه؟ لا تكبر بالحكي، بشرفي بضربك كف على خلقتي بايدك بهر لك سنانيا، خلص بقى ناقصني ناموس انا. لك شو هالمجنون هاد؟ ضحكتكم مو؟ لك اضحكوا ما حدا اخذ معه شيء، بتحريش الناموس عنكم مو معقول، بس الحمد لله اللي في ناموس. شو الاسم بلا صغرى؟ اسمي هاني. هاني عاشت الاناني. وانت محسوبك رماح. يلا عن اخت الناموس والنعم. بشرفي فرصة سعيدة اني تعرفت عليكم، محسوبكم ابجانتي عالي واطي زمر على الكوع، شوفير تاكسي بالشام. إذا حدا سأل عني أنا هون ورا العضاضة واصل مشوار ما بطول. تشاو. مرحبا شباب. حدا سأل عني شيء؟ لا والله ما حدا سأل عنك. لك ادعي لربك ما يسأل عنك. لك اخوك لهلأ ما اجا، قال عنده طلب برات الشام، بيجي 10:30 11، قطعت 12 وما وصل لهلا. ايه من وين بده يكون يعني، هون ولا هون؟ عرفنا لمين نسأل، انت الواحد لا ياخذ منك لا حق ولا باطل. يلا تصبحي على خير. احترامي معلم. ولا كنت مجنون، ولا كنت مجنون مجنون هند، ولا كنت انت ما راح تحلو تتجلطني يعني؟ شو بدك؟ معلم نحن جاهزين. جاهزين؟ جاهزين على شو؟ اذا بتحب انا بمشي الشغل بدالك معلم. ولك شو شايفني مريض ولا مكرسح ولا مقعد حتى ما مشي انا؟ بعيد الشر عن قلبك يا معلم، انت شيخ الشباب. بعرف انا شيخ الشباب، هالمرة البضاعة كثير كبيرة والمفروض كن انا مش هلا حتى خلصها. معلم بيشرفنا وجودك وهيك بنضمن انه يكون امان اكثر، بس مشان شوفير التاكسي شو بتحب نعمل فيه؟ بتشددوا الحراس عليه واوعها ويا ويلكن ويا ظلم ليلكن يهرب. فهمت ولا ما فهمت؟ لا مفهوم معلم مفهوم. وين وعدنا؟ برا معلم. بتخليه يحرسها لوداد ويشدد عليها الحراسي كمان واوعها اوعي يخليها تتحرك عن الكرسي المربوط عليه، فهمت؟ مفهوم مفهوم معلم. يلا روح اسبقني. حاضر معلم، يمكن عم يتصلوا فيك معلم. الو